مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاق لكم. طبعا اليوم الفيديو مالتنا على نقطة اسمها كيب سبير. كيب سبير هي منارة انبنت 1836. وتقع أقصى نقطة شرقا في أمريكا الشمالية، وهي أقرب نقطة إلى بريطانيا عن طريق المحيط الأطلسي، وهي تقع في ولاية نيوفولاند اللابلادور في مدينة سان جونز. طبعا هي عالية وبها الضوء، فالسفن تشوف الضوء مالتها فتعرف هي قريبة على سان جونز. طبعا ها هي المنارة، وتعتبر أقدم منارة ورمز مبدع للتاريخ البحري في نيوفولاند لابلادور. تعتبر قصة كيب سبير كان توليز لأكثر من 150 عام. أقامت أجيال من العائلة الشهيرة من أعمال الإضاءة بلا كلل للحفاظ على ضوء حيوي للغاية للبحارة. كيب سبير تقع على بعد 12 كيلو متر جنوب شرق سان جونز، وهذه سيجنال هيل اللي قدامنا اللي تقع في سان جونز. ناس تأتي إلى هنا لمشاهدة الأمواج المتلاطمة، وطبعا بالصيف تأتي هنا الحيتان والناس تطعم الحيتان، وتجي هنا أهم الجبال الجليدية. وطبعا هذا الموقع كل الجميل، يعني شوف يطل على المحيط الأطلسي، وهذه أقرب نقطة إلى بريطانيا. وشوف هاي المنارة، هذه المنارة. طبعا هذا الملجأ اللي تحت المنارة طبعا بنية في الحرب العالمية الثانية، وكان يستعمله القوات الكندية والقوات الأمريكية من الاختباء من استهدافهم من قبل القوات الألمانية، لأن كانت القواصات الألمانية والطائرات تحاول تستهدف القوات الكندية. وهذا المدفع اللي كان يستعمله القوات الكندية في استهداف القواصات الألمانية، هذا المدفع العملاق. طبعا اكو صورة إلى بعض بالغرفة هاي الأمامنا، وهاي بقايا الملجأ طبعا مبني من الكونكريت، تقريبا سمك الجدار تقريبا متر إلى نص متر. طبعا الأنفاق مسدودة، ما تعرف بسبب كورونا أو بسبب آخر. طبعا هذا المدفع اللي قلت لكم عليه، هذا هو اللي كان يستهدف القواصات الألمانية، وهاي الغرف. طبعا هي كلها تحت الأرض، تقريبا ثلاث غرف مفتوحة نقدر نصور بيها، والأنفاق مسدودة طبعا ما تقدر تصور بيها. طبعا الأنفاق لها يمكن ثلاث أبواب، أنا صورتهن ثلاث أبواب. طبعا هذا الباب الثاني وهم مسدود. ما تعرف شنو السبب.
هذا أحد المداخل اللي وديك على الملجأ اللي صورناه بالبداية. عجبكم الفيديو مال كيف سبير، سبسكرايب ذا فيديو اند لايك، ومع السلامة شباب.